جد جد أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جد 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 أو لعب جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خلك خلك قد التحدي وجاوب واربح وطوف وعدي جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خلك خلك قد التحدي جاوب واربح طوف وعدي فايز ولا خسران ما عاد تبقى ربحان وما طلعك بس زعلان يعدها لكم سعد كنعان يجيب جوائز من كل مكان تدري تدري اكيد تدري تلعب معاكم شر الخضري جد 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 ولعب جد 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 وبس والله حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من جد ولعب اللي تعودتوا يطلع عليكم كل أيام رمضان المبارك في جميع الأماكن اللي نستقطبها عشان نغطي جميع الفئات والأطياف من المجتمع حسبالك أنت تب القنوات الكويتي أو المقيمين أو حتى روادنا وزوارنا من الدول الأخرى اليوم أنا حابة أركز على ناس من دول الخليج ومن برا الكويت دامني بالمباركية والأجواء نار والزحمة ما شاء الله تبارك الرحمن والمصاف طفل خشوف منو اللي ممكن يشارك ويانا ويربح على هاشتاج جد أندرسكور ولعب حابة أسمع مشاركاتكم معاكم أخيتكم سارة الخضري من التصوير وليد وعلي عندنا حسين من الصوت وسعد كنعان من الإعداد وتقديم الهدايا خلنا نطلع نشوف أول مشاركاتنا وأول أسئلة أدعني يلا يا جماعة شباب الله يسامحك لا مو كذي قصدي يا ناصر بردح حكي لي بالتفاصيل تعالوا 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 مو غششت هي صرخت السؤال أماني يا خالي ليش ما جاوبتي أماني يا خالي شنو هاي شبيك السؤال الحين نوعا ما نقدر نقول إنه أدبي عن شاعر القطرين نشوف الجروب من الشباب ها ها يا نشارك يا ننحاش يا نشارك يا ننحاش يا ربي ليش يحسوني اني انا وجهي شرير تعال 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 انت اول واحد طلب وجهي تعال تعال انحاش الذيب اخر بعد شنو هالمسخره ها تشاركون تعال 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 ويا 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 تعال لا لا تعال لا 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 وي 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 لا 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 يعني مطلوب الحمد لله يعني السلام عليكم وعليكم السلام مساك الله بالخير مساك الله بالنور شكلك فيمس اي شنو تيك توك تيك توك انا تيك توكر اي هلا كم عندك فولور تقريبا 100 و100 وشي 100 وشي 1000 اي دش جولات ولا بس محتوى لا 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 بس محتوى شنو محتوى نطلع احنا محتوى انا وياي بعد ما زوجتي حلو اي مرغوب فيني يعني يحبوني يبوني اطقطق لهم عندنا وناسه شكشكه اغني لهم سافمري اغني لهم طنبوره انت مو مشهور مو لازم تكون مشهور انا كنت مذيع بالاي تي في قبل صدق اي كان زميلي قبل وينه كان زميلي قبل يقول كان عندنا بالقناه يقول نعم جاسي عسيف يقول حبيبي يلا 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 عندي لك سؤال وان شاء الله تجاوبه اذا تشارك معاه تصير فرصتين تعال في هدايا وايد تعال تعال حياك الله حياك الله شاركون صح حلو السؤال يقول من هو شاعر القطرين شاعر القطرين عادي ايش جوجل لا ما يصير يا مالك مالك مخستك كذا مش تكتب مثلا شوقي غلط اخوان واحد شمال واحد جنوب واحد ام واحد ابو ها اعرف ما اعرف مصري لا شكرا يعطيكم العافيه المشهور يصيد المشهور السلام عليكم السلام ورحمه الله هربتم ليه تعالوا جنبي السلام عليكم مساء الخير عليكم السلام تعالوا 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 يعطيكم العافيه تعالوا هصب تعالوا هصب تعالوا هصب تعالوا هصب تعالوا هصب اهلا 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 والله باينه كده شكله يعني قوي شاركوا معي ان شاء الله ان شاء الله سؤالي يقول من هو شاعر القطرين ايوه اهوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا ما في خيارات حاولوا خمنوا انتوا من وين
الأردن. الأردن؟ شو هاد؟ شو هاد فادي؟ بتعزبية ولا لا؟ تحبها شو هاد؟ دعسي من تفضل دكتور دعسي دعست. أهلاً وسهلاً بالنشامة. نورتونا. شلونكم بنات؟ تمام. أنا أقول يا رب وحي الجمال من وين؟ الله يطول عمرك. الله يطول بخاطرك ها. شاعر القطرين؟ إي. ومداشر الملك قحطلين. شو مالك عم تضحك يا ولي؟ خلينا نكمل السؤال يا شركسية. شنو جواهري؟ لا شنو دارس؟ أنا أحياء. أحياء مالي شغل بالأدب. ما له علاقة. وأنت كلش بعد؟ مالي شغل بالأدب؟ وأنت كلش بالعربي مو؟ شكرا يعطيكم العافية حياكم الله. امشي ولا امشي؟ امشي سكريني ياك سكريني ياك. بدي أسقطك أنا. أنت بالذات بدي أسقطك. أنا كنت مليون. شراب أنت ولا كلمة. تعال. أنت وش مسويه في دنياك يا مرة؟ شو مسوية؟ صحة الله بالخير. هلا فيك. شلونك يمه؟ يعطيك العافية. شخبارك؟ والله الحمد لله. شلونك تشاركي معي؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله. اللهم أرضى عليكي، اللهم أرضى عليكي أختي بكنان. سؤال عن الشعر. أنا على أقول الله خلي أميرنا. آمين. آمين. ويطول بعمره. بعد عمري. آمين. ووفقه. آمين. ويحفظ بلدنا. آمين. وبلد الكويت كله. آمين. وإن شاء الله الله يحفظهم كل أبوهم. آمين يا رب العالمين. شوفنا كل أبوهم. آمين يا رب العالمين. زين أنا عندي لك هدايا وايد لك وللبنات. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بس جاوبي على هالسؤال. من هو شاعر القطرين؟ القطرين؟ إيه. طالعي مني. خليل قولي خليل. خليل خليل. خليل خليل مطران. خليل مطران. عادل. عافية. الله عافية على الشاطرة. جابت الإجابة. عافية عليك. حبيبتي يا أم حبيبتي. لا يا شيخة الملعب لا يا قايد الغزلان. أطياب المرشود هذا العطر المميز طبعا الغني عن التعريف واللي أفرع منتشرة في كل مكان. الله بس يطول وين أحطه؟ خل أعلقلك يلا. طول بعمرك حبيبتي. طول بعمرك. وعندنا هذا الكوبون مقدم من المستشفى الدولي تنظيف بشرة. رقمهم وين رقمهم؟ 1-8-1-3-7-1. عليك بالعافية. وعندنا كذلك هذه الهدية مقدمة من عسل 3 بيز الطبيعي الغني بالخواص المناعية والعلاجية. رقمهم 9,001,56. هذا العسل حبيبتي. وعندنا هذا الكوبون مقدم من عيادة الميدان لطب الأسنان. يقدموا لك هذا الكوبون. رقمهم يعطونك تبييض أسنان بقيمة 110 دنانير. رقمهم 1-8-3-2-2. عليك بألف ألف عافية. عندنا كذلك الهدية القادمة من أمل الكويت الغني عن التعريف اللي أفرع منتشر بكل مكان وموجود هني بعد بالمباركية. هذا العطر عليك بألف عافية. عندنا كذلك من نادي دبليو لكشري جيم النسائي اللي موجود وين؟ بسلي الجهرة. من أفخم النوادي اللي موجودة في الشرق الأوسط. رقمهم 50-21-40-80. عليك بالعافية. هذا الاشتراك المجاني. وعندنا كذلك هذه الهدية من NG جولري مجوهرات NG. رقمهم 562-5782-3. يقدموا لك هذه الهدية. وعندنا كذلك من منو؟ شوفوا يما هذه. شوف عاد منو بتعزمين تودينا العشاء؟ وين؟ خير. مطعم إيطالي بالمهبولة على طريق الساحلي. زين رقمهم 55-62-8-7-8. عشاء إيطالي فاخر. تروحين المطعم بالمهبولة وشوفي عاد منو بتاخذين معاك. الله يوفقك. منو بتاخذين؟ عيالي. عيالي كلهم؟ لا احد اخذي احد واحد بس. ايه واحد من عيالك. منو اخترتي؟ منو من عيالك؟ اختاري واحد. ولدي محمد. طاح سوقكم يا البنات. سهمكم طايح يا البنات. ولدها محمد. تبي تاخذ ولدها محمد؟ ايش بهم البدو كذا؟ رقمهم 99-62-96. مسابيح ابو عدنان للكشخه عنوان المنيفي. عليك هذه حق محمد عاد. اي هو الجعده ولا البكر؟ لا لا مو البكر ولا الجعده. بالنص. اي اي نصوني مرضي. اسم الله عليه مرضي. يا بخت اللي بتاخذه. من زين بارس مود بيوتي سنتر يعطونك هذه الكوبون بقيمه
لجلسات خلطات طبيعية رقمهم 62 20 20 40. هذا تروحين تحطين ماسك كل شعرك. إيه تسوين ماسكات حق شعرك. الله يفقدك. وعندنا هذا الكوبون مقدم من شركة فليكس لغسيل وتلميع السيارات. حلو؟ يعني سيارة محمد بتلقلق. أكيد. بس وتروحين تخطبين له. زين؟ يغسل سيارته رقمهم 90 90 16 13. أبي أعرف قصة محمد أنا الحين. إيش معنى محمد؟ محمد. ليتك تطالعني. محمد هو اللي يعني. هو اللي مجابلك. هو اللي قايم فيك. هو اللي مرضي عنه. صح؟ باجي عند حريمهم. باجي عند حريمهم. إيش فيه؟ صبري. طيب الإمارات يعطونك هالعطر بعد. فرعهم الوحيد موجود بذكيت مول. خليها هني تحاول جنطة هذه. حبيبتي يا يما. عندنا هذا الكوبون من أهلية غورمي. هذا شنو عنده؟ عنده مكسرات وقهوة وبهارات وحلويات. وين موجود؟ بسواق القرين. روحي تنقي حق الزوارة. الله يجزاك. ولا حق القعدة هذه مالت محمد. الله يوفقك. زين؟ هذا الكوبون رقمهم. لحظة وين رقمهم؟ 6692 2413. المهم من زينك نسيت الأرقام، قمت ما أقول أرقام عمري. وعندنا هذا الكوبون هم من مطعم اسمه هلجون من شيف سعد. قدم لك هذا الكوبون رقمهم 6672568. اشتراك لوجبات صحية. عاد هذا مو محمد، عطي بنيتنا. صح ان شاء الله. بعد يا بنتك مطلعتك البتول فاشن سنتر للبشوت والعب النسائية. قدم لك هذا القطعة المميزة رقمهم 6611027. عليك بألف ألف ألف عافية. الله يعافيك. شاعر القطرين اسمه منو؟ خليل. صح؟ ايه. خليل مطران مو؟ ايه. حبيبتي ما. حبيبتي. كل عام وانت بخير وينعاد عليك. وانت بصحة وسلامة. صحة وعافية. وانت وميرنا ودولتنا والحمد لله الله يحفظها من كل شيء. امين يا رب. زين وجهي كلمة حق محمد. احنا برمضان الحين. محمد منو؟ ولدك. ايه محمد. ايه. اقول الله يوفقه ويطول بعمره. ايه. ويخلي لنا. وزين بنتك اللي واقفة؟ والله يطول عمرها ان شاء الله. وخليها سعلتك اليوم انت. على خير يا يمه. الله يعافيك. حياك الله. نورتي. خلنا نطلع نشوف السؤال الجاي مع منو بيكون ومنو اللي بيجاوب عليه اجابه صحيحه. يلا. جد 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 ولعب. جد 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 ولعب. جد 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 ولعب. جد 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 ولعب. جد 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 ولعب. جد 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 ولعب. السؤال الجاي نوعا ما نقدر نقول انه فني. خلينا نشوف المشاركة اللي ويانا هني. مساك الله بالخير. مساء النور. هلا والله. مساك الله بالخير. قطيت بدلية. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. شلونك شخبارك؟ بخير بخير. عساك طيبة. بخير احنا بخير. حبيبتي شو اسمك؟ ناصر. ها؟ ناصر. ناصر اوكي ناصر. مين حبيب بابا؟ مين روح بابا؟ علشان خاطر مين بابا يخاطر يتعب مين سنة؟ السؤال يقول منو مؤلف مسلسل الفنان الكبير رحمة الله عليه عبد الحسين عبد الرضا العنفور؟ شو اسم المؤلف؟ العنفور؟ اختيارات؟ ما مو مر عليك صح؟ لا. شكرا حبيبتي. ماكو سؤال ثاني؟ ماكو. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. السلام عليكم. عساك على القوة عمي. شلونك؟ عساك طيب. برحم والديك. شارك معي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أيبا ريحة النوط سكتة. شلونك مع المسلسلات؟ والله نص ونص يعني. مو ذاك الزود. مو ذاك الزود عبد الحسين. إيه. الله يرحمه. هذا أيه. هذا قمة. هذا طبعا. هذا مو إنسان طبعا. ما طلع بعده ظاهرة. ما في اي والله ما في. سؤالي يقول من هو مؤلف مسلسل العافور؟ هني المشكلة. أيه. هني المشكلة والله ما أدري. جرب. والله ما أنا عارف. أنا أبوك عمري 70 وين عمر كله توك شيخ الشباب. ما عليك. والله ما عليك. والله ما عليك. سلمك يبا مشكور. ما تقصر. حياك الله. ترى ذبحت أنت شلحك هذا لجيتني. يعطيك العافية. الله يعافيك. عساك طيب. خير الله يعافيك. من السعودية؟ إن شاء الله. يا هلا ومرحبا. الله يطول عمرك. من السعودية؟ من الطائف. هلا مرحبا. شلونكم؟ شو أخباركم؟ نحمد الله ونشكره. الحمد لله. ايش فيك؟ راديوي ولا راديوك؟ عندي لك سؤال، شارك معي. تفضل. زاد فضلك. اول شيء شلون الجو؟
زي ما انت شايفه والله برد. جو زين ان شاء الله. حلو كريشن حلو. اي والله جاكيت حلو. هناك عندكم ابرد ولا هني ابرد؟ والله تقريبا نفس المستوى. نفس المستوى. أيوة. حلو. تبي تسمع شو ماني بسام؟ وخره عني وخره والله من زين النفس. شلونك بالمسلسلات؟ والله ما عندي خلفيه بالمسلسلات. عبد الحسين عبد الرضا ما عندي والله كلش كلش. اذا منو مؤلف مسلسل عافور؟ ايش يا ربي ايش يا ربي مسلسل ايش؟ العافور. ما اعرف ما اعرف. شكرا يعطيك العافيه. نورت حياك الله. هنا لندن. السلام عليكم. السلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. من السعوديه؟ لا الكويت. الكويت؟ ايه. والله اي بغير متنكر. ايوه متنكر. ايوه اي من حاش منو؟ لا والله مو من حاش. مساك الله بالخير يا هلا براك يا اخوي. شارك معي؟ اي والله مشارك. شارك وياك صاحبنا اللي قاعد يصور؟ اي تا تا وياك؟ تا تا لا لا والله لا تجي. تا علمه تا والله لا تجي. راح تشاركين. تا تا والله لا تجي. فيصل تا فيصل تعال يا فيصل. تا تعال يا فيصل. تعال يا فيصل. تعال يا ابو غازي. والله لا تجي. تا ابوي انا حلفت. ايه على نياته على نياته. سؤال يقول منو مؤلف مسلسل العفور اللي من بطولة وعدنان رحمة الله عليه؟ والله عاد انا متابعين ابو عدنان بس سؤال حيل صعب يعني. سؤالي حيل صعب. اي والله حيل صعب. هو مو سؤالي سؤال سعد بس يلا. صدق والله العظيم صدق. والله ما في مساعده شيء كله. والله ما اعرف ما اعرف. والله ما اعرف صراحه. ما اعرف شكرا يعطيك العافيه. كم 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 بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. اول شيء امك امك اول شيء. اول شيء هذه قاعد تبكي. انت ليش تبكين؟ تبي امك شنو تبين؟ شنو تبين؟ اشارك. وين امك؟ امك وينها؟ كان والله من صدقت؟ انا حمار اللي قاعده معك. والله من صدقت؟ تعالي الو تعالي شو اسمك؟ ما بي ما بي؟ اوكي ما بي. انا كابو تايو بابا تيرا ما تلبسي فيها بتبت ينفقع. السلام عليكم. شلونك؟ يعطيك العافية. شاكم معاي حاضر على هالخشب. شو اسمك؟ نور. نور وانتي؟ إيمان. إيمان وانتي؟ فرح. فرح وانتي؟ لولوة. لولوة انتي؟ سهيلة. سهيلة إحدى وحدة فيهم التكانة سهيلة. أنا لما حبيبتي حتكبر والنعمة لا تاكل الجو. السؤال يقول أو شيء تشاركون صح؟ منو مؤلف مسلسل العافور اللي من بطولة وعنان رحمة الله عليه؟ العافور. طالب الدوس. طالب. هو طالب. هو طالب. انت قلتي كان طالب. طالب الدوس. طالب اذا الدوس. انا مو متوهمه. اذا ماني متوهمه. اذا انت متوهمه. اذا انت مو شايفه السؤال. لا العافور مسلسل ايه؟ عارفه تبع عبد الحسين عبد الرضا. ايه طالب الدوس. انت شايف اي صح لان شفناه وايد وكنا نشوف الاغنيه لان اقتنعت. خلاص لا تقنعوني. خلاص اقتنعت. فنونة تعيد. خلاص اقتنعت. انتوا تبون تقنعوني لان تعرفون الاجابه صح؟ انا اقتنعت ان تعرفون الاجابه. انت ايش رايك وياهم؟ ما ادري. اوكي وانت ايش رايك؟ بلي مع ماما. مع ماما. انت ايش رايك؟ على بهديه. ركز على اهدافه بطله. صح الاجابه صحيحه. اول هدايانا من اطياب المرشود عليكم بالف الف عافيه الغني عن التعريف واللي منتشرة أفرعها بكل أنحاء الكويت. عيادة الميدان لطب الأسنان يقدموا لكم تنظيف الأسنان. كوبون رقمهم 182322 عليكم بالعافية. عاد توزعوها بمعرفتكم يعني. هني لا يبتون هني. لا لا بس إيه إيه لا يبتون بعض الناس. عندنا عسل 3 بيز العسل الطبيعي. ها صدقتي؟ أنتوا كلكم غمازات؟ انت خفيفه طيبون مو بس تكبر تعطونهم هدايا حتى احد قاعد حاج العسل حقك 9000. راح اخلي اقول رقم بس 9156. هذا بدببه. دببه اي سعد لازم دببه بالهدايا السنه الجايه. دببه حق شو اسمك نسيت؟ لولو. لولو 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 الملقوفه صح؟ لا لولو راشد. لولو راشد والنعم بنات الراشد. يوم عشان طالع أبت الرزلة ذي. عندنا مطعم أبتايت ريستورانت يقدموا لكم دعوة عشاء. مكانهم بالمهبول على طريق الساحلي. رقمهم 5562 8878. خليها وروحي بدونهم. اه اكيد بدونهم.
بدونهم. عندنا شركة فليكس لغسيل وتلميع السيارات، شعارهم نحن ننظف بقوة، رقمهم 90 90 16 13. قولي تبين هذا الكربون تعطينا أبوك؟ هذا يغسل السيارة فيه زين؟ يكشخ بالسيارة بعدين. عطيتي كيف سيارتك؟ سيارة أمل الكويت لي العطور. أنا 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 الله أنا أكبر واحدة فيها. بسم الله عليكم تبارك. بغير هديتك، بغير هديتك ما شاء الله. أمل الكويت يقدم لك هالعطور. شو تغيري هديتك؟ انت عسل، خذيتي عسل. شنو تبين؟ بخليها اللون الاخضر. ما يصير لون اخضر؟ العطر. ما في اخضر. اه تبين العطر؟ اوكي. شركه ديفند لتلميع ووقايه السيارات تقدم لكم هذا الكوبون بقيمه 50 دينار، مكانهم بالري خلف مجمع افنز، ورقمهم 4-6-8-4-5-4. من يبي يحمي سيارته؟ انت ولا هي؟ انت انت. عندنا هذه الهديه مقدمه من دكتور طارق العلي بو حمود، يقدم لنا هذه المعايدة من براند طارق العلي عطر رويالتي، رقمهم 9924116 أو طارق العلي دوت براند. وكل عام وانتم بخير. شكرا بو حمود على العطر. انت ما خذيتي شيء صح؟ الله يعافيك. ما خلصنا عندنا. أعطيتك بغيرها. اوكي. باريس مود الصالون النسائي يقدم لكم هذه الجلسات الطبيعيه، رقمهم 6-6-20-20-40، مكانهم بالساميه شارع حمد المبارك. من اللي ما اخذت؟ سهيله. سهيله ما اخذتي؟ هاج هذا صالون، روحي سوي شعرك. هذا من اهليه جورمي، اجود انواع المكسرات والقهوه والبهارات والحلويات، رقمهم 6-6-2-2-4-13، مكانهم بسواق الجرين، عليكم بالعافيه. وعندنا هذا الكوبون مقدم من فيجز للمأكولات اللذيذة، مكانهم بالعرضية الحرفية، هذا كوبون اشتراك، رقمهم 9-5-6-3-6. لا انتي 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 خذيتي. هات سهيلة، سهيلة هادية. لا بغير هديتي، بغير هديتي. تبي تغيرين هديتك؟ من يبي عسل؟ منو العسل يبي عسل؟ هات انتي عسل، اخذي عسل. بعطيك العطر، بعطيك. لولو طلعي الكاميرا، طلعي الكاميرا. يا جماعة لها مستقبل باهر، هذه إذا ما طلعت سياسية أنا ما أفهم شيء. صح لولو؟ لولو الراشد، حفظوا الاسم. أوكي؟ هذا العطر من بي دي بيرفيومز، مكانهم بالأفنيوز بجانب أطياب المرشود، اسم محل قصر الكهرمان، رقمهم 6-9-6-2-7-6-2-1. وري الكاميرا. هذا عطرك لولو؟ حلو، وفرح أنت الحين خلاص أوكي؟ انت اوكي الحين؟ نسيت البتية؟ ابي امي؟ اوكي ابي امي. ابي سهيلة شلونك حياتي؟ يلا قولي باي حق الكاميرا. باي. جد 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 ولعب، جد 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 ولعب، جد 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 ولعب، جد 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 ولعب، جد 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 ولعب، جد 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 ولعب. يلا نجي 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 حق المرض. ها انا اسفة، انا اسفة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله مو طبيعيه. لا السلام عليكم. مساكم الله بالخير. شاركم معي؟ حياكم الله. من وين؟ الامارات. من وين؟ من الامارات. ابوظبي. ابوظبي حي الله الحماس، نورتونا. شو رمستكم انت الكويتي؟ لجيتنا. لا ابوي مو بلجيتنا، حشرتنا. اي هيجي احلى. اي ابوي شو ها؟ احلى حكيهم. والله يا ابوي رمسة الكويتيين هاي غريبه عجيبه. كيف صالكم هني؟ من يوم الثلاثاء. حلو. مستمر ليوم السبت؟ ليه السبت؟ نورتونا وشرفتونا. السؤال يقول شلونكم بالعواصم؟ نعم بالعواصم. زين زين. حلو ديكوريشن. حلو. السؤال يقول ما هي عاصمة السنغال؟ اشو 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 بويا. مرحبا 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 الساعة قرب. ما نعرف اختصارها. ما نعرف. زين شير خمن يعني. تشارك تشارك. زين ابو اوبشنز. اوبشنز هذا موجوده بالبلاي ستيشن. مو هوني ما في اوبشنز. تلميح. نحن ها تلميح. تلميح ما اقدر اقول. ما نعرف. شكرا يعطيك العافيه. شكرا. مرحبا. يا عفوا يا اخوان، انا اقصد اعزائي المشاهدين. ها مو بنحن؟ لا. مساك الله بالخير، عساك على القوة. الله يقويك. من وين؟ من الكويت. هلا ومرحبا. الله يسلمك. هلا بيك. هلا هلا جيتك. هلا 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 بيك. هلا هلا جيتك. هلا عندي لك سؤال يقول شلونك بالعواصم؟ شلون؟ العواصم.
أوكي. ما هي عاصمة السنغال؟ ما تدري؟ لا. شكرا يعطيك العافية. أحسن لك لا تعرفه. السلام عليكم. عليكم السلام. سات الله بالخير. يسعد مساك. شاركين معاي؟ اي والله. اي والله حلو. احب الشيء اللي يتشجع يشارك معاي. احسن شيء. في عليك من بنت بس تقرقين. السؤال يقول ما هي عاصمة السنغال؟ السنغال؟ دكارة. صح. 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 دكارة. عندنا عاملة من السنغال. عدل عشان كذي اقولها شلون جابتها؟ دكارة. خلاص سمعتني مسان. حبيبتي حبيبتي عليك بألف عافية. فزتي معانا من أطياب المرشود، هذا العطر طبعا الغني عن التعريف واللي منتشر في كل أنحاء الكويت. وعندنا هذا الكوبون مقدم من هذا الكوبون مقدم من المستشفى الدولي، رقمهم 1811371 جلسة ليزر. عليك بألف عافية. عندنا كذلك هذا الكوبون أو مسابيح أبو عدنان للكشخة عنواني يقدمون لك هذه السبحة مسابيح المليفي. عليك بألف ألف عافية. هذا الاشتراك من دبليو لكشري، جمع النسائي اللي موجود بسلي الجهرة من أفخم النوادي النسائية في الشرق الأوسط، رقم 50-2-41-80. عليك بألف ألف عافية. عندنا كذلك هذا العطر من لا مو العطر، هذه مجوهرات ان جي، مجوهرات ان جي متميزة يقدمون لك هذه القطعة المميزة 5-6-5-7-8-3. عندنا كذلك هذا الكوبون المقدم من استراحة الخزامة يقدمون لك هذا اليوم 96-3-9-5-7. عليك بألف ألف عافية. أما هذه الهدية مقدمة من أطياب السعيد الغني عن التعريف، رقمهم 5-1-9-2-2-8-4. عليك بألف عافية. عندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من ابتسامة كلينك لطب الأسنان، تنظيف ذهبي بقيمة 100 دينار، رقمهم 9-5-6-4-2-9-4-2-2-7. مكانهم صباح السالم والسالمية. نظارات العسلي كذلك يقدمون لك هذه النظارة، رقمهم 247-1-2-6-2-6، موجودين بالفروانية وبخيطان. عليك بالعافية. عندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من أبتايت ريستورانت، مطعم إيطالي فاخر موجود بالمهبولة على طريق الساحلي مجمع الوف رسيف، رقمهم 5-6-8-7-8. عليك بالعافية. هذا العشاء المميز. أما هذه المعايدة مقدمة من الدكتور طارق العلي أبو حمود، يقدم لنا عطر رياليتي من براند طارق العلي، رقمهم 9-2-4-1-6 أو عن طريق السوشيال ميديا طارق العلي دوت براند. وكل عام وأنتم بخير. شكرا دكتور طارق العلي. شكرا لكم. عندنا هذا الكوبون مقدم من فارس مود بيوتي سنتر، الصالون النسائي مكانهم بالسالميه شارع حمد مبارك، رقمهم 4-6-9-8-2-4-7. جلسات وخلطات طبيعيه. عسل 3 بيز العسل الطبيعي ذو الخواص المناعيه والعلاجيه والحائز على المركز الثاني عالميا، يقدمون لك هذا العسل 9-16-50. عليك بالعافيه. اما هذا الكوبون مقدم من اهليه جورميه، اجود انواع المكسرات والقهوه والبهارات والحلويات، رقمهم 6-2-9-2-4-13. مكانهم بسواق القرين. عليك بالعافيه. اما امل الكويت للعطور والعود والبخور واجود انواع العطورات الغني عن التعريف يقدم لك هذا العطر اللي منتشر كل انحاء الكويت. اما من هربل هوم بيت الاعشاب يقدمون لك هذا الكوبون وقسيمه المشتريات، مكانهم بالعقيله، رقمهم 50-5-8-2-8-2. عليك بالعافيه. اما من البتول فاشن سنتر للبشوت والعبي النسائي يقدمون لك هذا قطعه مميزه، رقمهم 6-6-1-1-0-20-7. وهذا الكوبون المقدم من شركه دفد لتلميع ووقايه السيارات بقيمه 50 دينار، رقمهم 4-6-8-4-5-4. مكانهم بالري خلف مجمع الافنيو صيف الامارات، للعطور المميزه اللي موجود فرع الوحيد في ذا جيت مول فوق الطابق الاخير يقدم لك هذا العطر المميز. وشكرا لمشاركتك. اذا دكاره هي عاصمة السنغال. عاصمة السنغال. شكرا. وكانت هذه آخر مشاركاتنا، ووصلنا حق آخر حلقتنا لليوم على هاشتاغ جد أندرسكور ولعب في جميع منصات التواصل الاجتماعي. أحب أسمع آراءكم مشاركاتكم وتعليقاتكم والأسئلة اللي استفدتوا منها والأسئلة اللي ما كان لها داعي. وبس والله جاهزين يلا يا شباب، هذا سؤال وعطني جواب، خلك خلك قد التحدي، جاوب واربح طوف وعدي، فايز ولا خسران ما عادت بقرب حال، ما طلع كذا زعلان، يعدها لكم سعد كان.
كنعان يجيب جوائز من كل مكان تدري تدري اكيد تدري تلعب معاك بشار الخضري جد 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 او لعب جد جد جد